أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي السدي الإخبارية، معي أنا عزام العبيد. بعد انقطاع لظروف صحية أبدأ هذه الحلقة بأخبار المناطق كالمعتاد، والخبر الأول بعنوان العمل تطلق بوابة أجير للوظائف المؤقتة في موسم الحج. طبعا يعلق معنا على هذا العنوان وعلى هذا الخبر الدكتور أحمد قطان، وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للسياسات العمالية. حياك الله دكتور أحمد، أهلا وسهلا. السلام عليكم. أنا وسهلا، حياك الله دكتور أحمد. بداية الناس تسأل بوابة أجير، إيش هو أجير؟ أولا أخوي شكرا جدا على الاستضافة وحياك الله، أهلا بالسادة المشاهدين. أجير هي بوابة إلكترونية تسمح لي بعدة خدمات. المعني هنا اليوم هو أجير الحج والعمرة، وهي بوابة إلكترونية تسمح للمواطنين والوافدين بالتسجيل عليها. جميل. لمن لديهم اهتمام بالعمل في موسم الحج. جميل. وتسمح لأصحاب العمل الذين يعني لهم رغبة أو يبحثون عن عاملين في وظائف معينة. جميل. بالالتقاء في هذه المنصة ومقابلة صاحب العمل بالباحث عن العمل. جميل. آلية التقديم دكتور أحمد وش هي؟ طبعا بالنسبة للمواطنين كل ما عليه هو التسجيل، اختيار المفضلات في الوظيفة، بمعنى اختيار المهنة التي يرغب في العمل فيها، الراتب المتوقع إلى آخره. ويمكن أيضا استعراض الوظائف المفتوحة أو الفرص المفتوحة واختيار ما هو مناسب منها. جميل. وبعد كده يبدأ يتم عملية التواصل ما بين الباحث عن العمل وما بين صاحب العمل. جميل. ويكون في آلية التعاقد. من يسجل في أجير ويصدر رخصة عمل من خلال أجير لا يحق له إصدار رخصة للحج. فمن يكون يعمل في موسم الحج بموجب النظام لا يحق له أن يعني يؤدي مناسك الحج في نفس الوقت. جميل دكتور أحمد، يعطيك العافية وشكرا على هذا التوضيح، يعطيك العافية. مشاهدينا خبرنا الثاني بعنوان غرامة 900 ريال مع حجز المركبة لمتجاوز خط المشابه للإشارات الضوئية والمرورية. العقيد طارق ربيعان المتحدث الرسمي باسم المرور، أرحب فيك، حياك الله. يا هلا سهلا، حياك الله اخي عزام. يا هلا وسهلا، الله بالخير والساده المشاهدين والمشاهدات. بالنور والسرور، الحمد لله على سلامتك وطول وعافيه. الله يسلمك يا رب، الله يسلمك. عقيد طارق، انا ودي اكسب اتصالك معنا اليوم. هل فعلا هذا العنوان غرامه 900 ريال مع حجز المركبه، يعني كانكم تعتبرون من يتجاوز خط المشاه كانه قاطع اشاره ولا لا؟ اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. كل الشكر والتقدير للإذاعة الجميلة الأخبارية، وشكر لك موصول ولطاقم الإعداد والكان، الله يعطيكم العافية. الله يعافيك. بالنسبة للموضوع هذا حتى الآن لم يصدر فيه شيء رسمي، ولكن المعمول فيه حتى الآن كمخالفة الوقوف على خط المشاة وعلى طريق المشاة، يعني كنص المخالفة هذا غير موجود بالنظام، لكنها تندرج تحت مخالفة تنظيمات السير على الطرق. مخالفة تنظيمات السير على الطرق تندرج تحت هذه المخالفة، اللي هي الوقوف على طريق المشاة أو على خط المشاة في الإشارات الضوئية. هل أنتم قاعدين تدرسون عقيد طارق؟ الحد الأدنى 150 ريال والأعلى بعد تجاوز مدة شهر من تسجيل المخالفة بعدم السداد ترتفع إلى 300 ريال. يعني احتمال الآن في دراسة على الموضوع هذا بحكم يعني زيادتها، وأنه قريبة نوعا ما من مخالفة قطع الإشارة، بحكم أنه طريق المشاة على محور إشارة إذا كان اتجاهات أربع أو ثلاث اتجاهات أو خمس اتجاهات، بالنسبة لبعض الإشارات يكون ذات خمس اتجاهات أو أربع أو ثلاث اتجاهات أو أربع الأصل. فهذا يعتبر أنه لما أساسا تتجاوز خط المشاة نوعا ما تدخل على محور التقاطع، ودخولك على محور التقاطع لا شك أنه يؤدي إلى عرقلة سير واحتمالية وقوع حوادث لا قدر الله. في بعض الإشارات تكون مزودة بالنظام الرصد الآلي الكاميرات. إيه؟ هذه أحيانا كنا أنت وانت واقف في التقاطع تشاهد أنه الكاميرا التقطت سيارة والتقاطع أساسا فاضي ما في سيارات. هذه التقطت سهد السيارات، تكون معظم أجزاء السيارة تجاوزت طريق المشاة ودخلت على محور الإشارة والشخص متوقف. تعتبر قطع إشارة ولا لا؟ النظام بالشكل هذا، مدام تجاوزت أغلبها خط المشاة، يعني نتكلم عن
نسبة أعلى من النصف، يعني تصل إلى 75% 80%، تجاوزت خط المشاة إلى محور التقاطع تعتبر النظام قطع إشارة. جميل. لأنه خلاص انتهى ووصل إلى التقاطع. ما بقى شيء. وصول التقاطع أساس خاص، يعتبر أنه دخل في جزء غير مسموح فيه الوقوف فيه أو السير فيه والإشارة حمراء. صح. جميل. طبعاً عقي طارق، أنا عذراً. قبل ما تصير مخالفة، قبل ما تصير مخالفة هي أساساً انتهاك حقوق الآخرين. من هو الآخرين؟ أنا أتكلم عن المشاة. جميل. يعني النظام المروري دائماً لا يحسب بس حق للسيارة. المشاة لهم برضه حقوق يعني. صح. فهو الآن بالشكل هذا انتهك حقوق المشاة، والنظام يحاول أنه قد ما استطاع أنه يحمي حقوق الجميع، سواء قائد مركبة أخرى أو المشاة. طيب شكرا جزيلا عقيد طارق ربيعان، يعطيك ألف عافية على هذا التوضيح، يعطيك العافية. شكرا مشاهدين. الخبر الثالث بعنوان جامعة القصيم تستحدث مكتبا لأبناء شهداء الواجب. حقيقة هذه المبادرة استدعت استوديو الإخبارية أنه يضع هذا الخبر وهذا العنوان في حلقة من حلقاته للتعليق وللتوضيح أكثر، وطبعا للقيام بذلك معنا الدكتور علي العقلة، عميد شؤون الطلاب بجامعة القصيم. حياك الله دكتور علي، هلا وسهلا. أهلا وسهلا، الله يحييك. أكلمني عن المبادرة الجميلة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه المبادرة الإيجابية كغيرها من مبادرات الوطن البناءة ومن مبادرات أبناء الوطن المخلصين، حيث وجهها معالي الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بن حمد الداود مدير جامعة القصيم باستحداث مكتب خاص لخدمة أبناء شهداء الواجب، تقديرا من الجامعة لجهود آبائهم الذين ضحوا بأنفسهم في سبيل الدفاع عن الدين وعن الملك وعن الوطن. هذا المكتب الذي انطلق من الأسبوع الماضي ولله الحمد يتيح تقديم أرقى الخدمات لأبناء الشهداء، لأنهم أبناء للوطن جميعا وأبناء لجميع المسؤولين في هذا البلد المعطاء. جميل. ويهدف هذا المكتب تقديم كما قلت الخدمات الأكاديمية والخدمات المجتمعية للجميع، ويسعى أيضا هذا المكتب إلى أن يمد التعاون مع القطاع الخاص في تقديم بعض التخفيضات اللازمة وفي المحلات التجارية وفي غيرها من المحلات التي تقدم خدمات بمقابل. نسعى نحن في عمل شؤون الطلاب إلى أن تكون هذه الخدمات مخفضة أو مجانية بالنسبة لأبناء الشهداء. جميل جميل. طبعا الصلاحيات الممنوحة والتي قدمها والتي أمر بها معالي مدير الجامعة كثيرة. جميل. تقدم لهذه الفئة الغالية، وهم في النهاية يستاهلون دكتور علي، ويعطيكم العافية على هذه المبادرة. هذه أقول من أقل الواجبات. صح. التي صح. يمكن أن تقدم لأبناء فعلا. لأبناء الشهداء من أقل ما يمكن أن يقدم لهم، ولذلك من خلف غازيا في سبيل الله فقد غزا. فنحن يجب أن يشعر هؤلاء أن آباءهم وإن قضوا وإن استشهدوا في سبيل الذود عن حياض الوطن وعن الدين وعن هذه القيادة المباركة، فإن لهم آباء في كل مكان، ليس فقط في بيوتهم، لهم آباء في كل مكان. جميل. شكرا جزيلا دكتور علي، ويعطيك العافية. وأنا طبعا أدعو باسمي وباسم استوديو الإخبارية أنه جميع الجامعات صراحة تحذو هذا الحذو وتقدم هذه المبادرة، لأنه فعلا هم يستاهلون. وأنت ذكرت نقطة جميلة يا دكتور علي، وهي أنه لهم آباء دائما وأبدا يساعدونهم، لهم أخوان، لأنه فعلا هم يستحقون، وهذا أقل ما يقدم لهم. مشاهدينا، بكذا احنا خلصنا فقرة أخبار المناطق، فكونوا معنا. طبعا مشاهدينا، قضية اليوم على طاولة الاستديو الإخبارية هي قضية بأمانة تهم شريحة كبيرة جدا من المجتمع، بل قد تكون تهم المجتمع بأكمله، وهي فتح باب استيراد المواشي من الخارج. طبعا كلنا نعرف أنه هذا هو التوقيت المناسب لمثل هذه القرارات. الأسباب والحلول والوضع الحالي والوضع المستقبلي كله على طاولة الاستديو الإخبارية بمشيئة الله، ولكن بعد التقرير.
أثار قرار وزارة الزراعة في فتح باب الاستيراد للأغنام جدلاً واسعاً في وسط سوق الأغنام بالمملكة، حيث أيد المستهلكين هذا القرار لخفض أسعار الأغنام التي وصلت أسعارها إلى أرقام شبه خيالية، حيث ردد تجار الأغنام المحتكرين رفضهم لهذا القرار الذي كبد لهم الخسائر على حد قولهم، وأن لديهم أغنام تغذي سوق المملكة كافة، وأنهم ليسوا بحاجة لهذا الاستيراد، مطالبين بالتراجع عن هذا القرار، بينما أتى هذا القرار لضبط أسعار السوق المتفاوتة ولكي تكون في متناول الجميع. حيث يبقى السؤال المهم، هل مصلحة تجار الأغنام أهم من مصلحة الشعب والبلد؟ وهل هذا المخزون الفائض هو السبب في رفع الأسعار بشكل مبالغ فيها؟ عمر الجراد، الإخبارية، الرياض. نتكلم عن ال 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 طبعا مثل ما ذكرت مشاهدينا الاعزاء، فعلا هذا هو الموضوع اللي على طاوله السجل الاخباريه واللي يهم شريحه كبيره جدا من المجتمع. ارحب في ضيوفي وضيوفكم هنا في السجل الاخباريه، بدايه بالدكتور حمد البطشان وكيل وزاره البيئه والمياه والزراعه للثروه الحيوانيه. حياك الله دكتور، يا اهلا وسهلا. الله يحييك، يا اهلا وسهلا، امسك بالخير. يا هلا وسهلا، مساك. طبعا كذلك التحيه موصوله للدكتور محمد السعود وكيل وزاره البيئه والمياه والزراعه للمياه. حياك الله دكتور. اهلا وسهلا. يا اهلا وسهلا. بداية دكتور محمد، احنا راح نبدأ معك الآن في مسألة المياه وما يختص بتخصصكم في مسألة ضبط إيقاع المياه عندنا، واللي شرحت لي تحت الهواء بأمانة كان كافي ووافي عن طريق الشرائح اللي برضو موجودة عندنا وجاهزة، واللي أنا ودي أبدأ الحلقة فيها بأمانة عشان بعدين نبدأ هي كمقدمة نشرحها للسادة المشاهدين وبعد كذا ندخل بعمق أكثر. فياليت بس السلايدز تكون موجودة على الشاشة والدكتور محمد يشرحها. طبعا احنا نبغى نبدا بالسلايد اللي انت وضحت لنا اياه في عمليه استهلاك المياه في العشر سنوات الماضيه من 2005 ل 2015 والتغيرات اللي صارت، وكيف انه 2015 سنه الاستهلاك فيه بالمليارات. فلو تكلمني عن هذا الاستهلاك. اولا شكرا لقناه الاخباريه على الاستضافه، وشكرا للزملاء في تنظيم هذا اللقاء. طبعا المملكه العربيه السعوديه، قبل ما ابدا بالشريحه، المملكه العربيه السعوديه لا يوجد فيها انهار دائمه، صح، لا يوجد فيها بحيرات. الامطار فيها شحيحه باستثناء الجنوب الغربي من المملكه. هذا احنا نشوفه الان على الهواء. طبعا الشكل اللي امامكم هو يوضح الحقيقه كميه المياه المستنزفه للقطاعات او للنشاطات التجاريه والصناعيه والبلديه والزراعية للمملكة للعشر سنوات، وهنالك مشاهدة واضحة أن هنالك نمو لهذه الكمية في حدود تصل إلى 24.8 مليار متر مكعب في السنة. احنا دكتور الآن نشوف أنه آخر خمس سنوات كلها ارتفاع. طبعا هذا ناتج من تحول في القطاع الزراعي إلى زراعة الأعلاف والمستنزفة للثروة المائية الحقيقة، واللي يخفى في هذا الشكل الحقيقة أن نوعية المياه أو كمية المياه المأخوذة هي مياه أحفورية، هي مياه مخزنة من آلاف السنين في أثناء العصور المطيرة، بعضها يصل إلى 30,000 سنة. هذه الكمية من المياه الآن تستنزف بمحاصيل تكون عبء للأجيال الحالية وللأجيال المستقبلية، وتهدد إمدادات المياه، مياه الشرب للقطاع البلدي. هذه الكمية يعني عشان يستوعبها المشاهد، هي كمية توازي تقريبا نصف تصرف مياه نهر النيل في سنة. يا ساتر. أغلبها تستهلك في ست مناطق من مناطق المملكة، تبدأ بمنطقة الرياض مرورا بالقصيم، حائل، تبوك، الجوف، والمنطقة الشرقية. أغلب هذه المياه تذهب في محصولين الآن رئيسيين، لكن يعني تقريبا 80 أو 70% تذهب إلى
إلى إلى صناعة الأعلاف أو زراعة الأعلاف. هذه الكمية تهدد استمرارية مصادر المياه كما ذكرت. اليوم احنا مع في القطاع الزراعي ودمج الوزارتين الحقيقة بوزارة واحدة تعنى بالبيئة والمياه والزراعة يسهل علينا يعني تنفيذ استراتيجيات تخدم البلد في الوقت الحاضر والمستقبل بإذن الله. طيب نشوف الشريحة الثانية يا شباب. طبعا دكتور برضو في شريحة ثانية ودنا أنه أنت تعلق عليها. جاهزة معنا؟ طبعا هذه هي الشريحة الثانية. هذه لو برضو تشرح لنا إياها عشان نبسطها أكثر للسادة المشاهدين. طبعا هذه جزئين الحقيقة. هي جزء على اليمين اللي باللون الأحمر هو هذه كمية المياه التي تستهلك في المملكة بجميع مصادرها. فالاستهلاك الزراعي تقريبا 20.8 مليار متر مكعب، استهلاك بلدي في حدود 3 مليار متر مكعب، واستهلاك صناعي بحدود 1 مليار، وفاق الطبيعي نتيجة لحركة المياه من الوسط إلى الخليج العربي وكينابيع. هذه تقريبا تقدر بمليار ونص. فكمية المياه التي تخرج من نظام مصادر المياه في حدود 26.4 مليار متر مكعب. طيب. يدخل في الشق الآخر أو الداخل. هي عبارة عن مياه بحر محلات، عبارة عن حوالي 1.8 مليار، تمد غالبا تمد للقطاع البلدي بحوالي 28 محطة على الساحل الشرقي والساحل الغربي من المملكة. ثم هنالك مياه معالجة يعاد تدويرها في حدود 0.2، تعاد تدويرها سواء في القطاع الزراعي أو في القطاعات الأخرى الصناعية. وهنالك مياه جوفية متجددة في حدود 6.1 مليار متر مكعب، وهنالك مياه رجيع ناتجة عن التغذية من استخدام الزراعي اللي هو رجيع للزراعة. فإجمالي الداخل تقريبا 9.6 مقابل 26. 26. فإحنا كل سنة نفقد حوالي 17 مليار. طبعا صح. الآن هذا يؤثر على الثروة الحيوانية ولا لا؟ ما فيه شك، يعني الثروة الحيوانية في المملكة تعتمد بشكل كبير جدا على زراعة الأعلاف. وزراعة الأعلاف تقدر الحقيقة الموجودة عندنا في المملكة بين 4 إلى 5 مليون طن مادة جافة. هذه الكمية هي احتياجات الثروة الحيوانية بالذات في القطاع التقليدي، في قطاع تربية الماشية التقليدية. هذه 4 إلى 5 مليون طن مكعب من أعلاف اللي هو على هيئة برسيم أو على هيئة رودس أو على هيئة أي أنواع من الحشائش الموجودة، هي تستهلك ما لا يقل عن 6 مليار متر مكعب من المياه. هذه 6 مليار متر مكعب من المياه اللي تستخدم سنوياً هي لمساندة ولدعم الثروة الحيوانية. الثروة الحيوانية في وضعها الحالي هي صناعة غير مستدامة الحقيقة، والدكتور محمد تفضل بحجم الاستنزاف الحاصل في المياه. الثروة الحيوانية في المملكة تنمو بشكل كبير جدا. على المدى الطويل الحقيقة لا نستطيع أن نستمر في مساندة هذه الصناعة إذا عرفنا أنها هي من أكبر اللي هو المستنزفين للمياه. برضو عندنا شرائح أنت مديتنا فيها، وعندنا نشوفها برضو على الهواء. صحيح. الشرائح الله يخليك. نعم. فبشكل عام إحنا ما تحاول الوزارة الحقيقة هي إيجاد معادلة يعني توازن في عملية اللي هو تنمية الثروة الحيوانية والحفاظ عليها والمحافظة على حقوق المربين. هذه هي أعداد الثروة الحيوانية الموجودة الآن في المملكة حسب إحصائياتنا في الوزارة، وهي إلى حد كبير جدا قريبة من الإحصاءات في الإحصاء الزراعي الأخير اللي عمل من هيئة الإحصاء. فإحنا عندنا تقريبا بحدود 24 مليون رأس من الماشية. هذه 24 مليون رأس من الماشية تعتمد اعتماد كبير جدا على زراعة الأعلاف، إضافة على استيراد الشعير بشكل رئيسي. احنا على سبيل المثال العام الماضي استوردنا قرابة 9 مليون طن من الشعير لتغذية الماشية هذه، واستهلكت هذه المواشي بحدود اللي هو 5 مليون طن من الأعلاف. إجمالا استهلاك الماشية في المملكة تقريبا بحدود 13 مليون طن من الأعلاف.
معرفتنا بالوضع المائي الحقيقة اللي هي لم تبتدي اليوم، يعني ما بدت اليوم، هو لنا فترة طويلة جدا اللي هو على سبيل المثال وقف زراعة القمح أو وقف استقبال زراعة القمح، التشريعات الخاصة بوقف اللي هو تصدير الخضار خارج المملكة، التشريعات الخاصة بوقف تصدير العلاف الخضراء خارج المملكة. اليوم الدولة أدركت أننا لا نستطيع في ظل المؤشرات الموجودة عندنا عن المياه لا نستطيع الاستمرار في استنزاف المياه، ولذلك صدر قرار مجلس الوزراء رقم 66 القاضي بوقف زراعة العلف، وقف زراعة العلف الوقف التام، الوقف التام خلال اللي هو الآن تقريبا هو صدر القرار في 25/2 عام 37، في 25/2 عام 40 لابد أن نتوقف عن زراعة العلاف الخضراء للأسباب اللي تفضل فيها الدكتور. الوضع المائي ما يسامح يعني ولا يسمح، ما يسمح ما أبدا في الاستمرار. القرار طيب. كذلك الله يحفظك لم يغفل العاملين في القطاع، يعني بمعنى آخر لم يغفل العاملين في قطاع الزراعة أو في قطاع الثروة الحيوانية. القرار نص بوضوح على أنه لا يضر المربي الماشية، ويجب على وزارة البيئة والمياه والزراعة إيجاد البدائل الكفيلة بالمحافظة على تربية الثروة الحيوانية كما هي. جميل، يعني في بدائل، في بدائل إن شاء الله. أنا في بدائل، البدائل المتمثلة الآن، وهذا اللي احنا نحاول نتحاور مع العاملين في القطاع. البدائل اليوم هي الآن الموجود المتوفر هو شعير وعلف أخضر، هذه هي التغذية التقليدية للمواشي، بالرغم من أنها تغذية تقليدية لا تفي باحتياجات الحيوان الكاملة وتعطي إنتاجية جيدة، إلا أن الدولة خلال السنوات اللي فاتت تكفلت فيها لقناعة المربين واستمرارهم ورغبتهم على التغذية بالطريقة التقليدية. إحنا نرى أنه طالما أنه الشعير والأعلاف الخضراء هي توين، هي ثنائي، الأعلاف الخضراء حتتوقف، إذن ما هو البديل؟ هل نستمر نغذي على نفس الكميات من الشعير؟ لا نستطيع. الماشية الله يحفظك ويحفظ الجميع تغذى على أعلاف خضراء وأعلاف مركزة. إذا لم تتوفر أعلاف الخضراء لا يمكن أن تغذي على أعلاف المركزة. فإحنا اليوم نطرح اللي هو مجموعة من البدائل، يعني أعطي كذلك من الخيارات الأخرى اللي يطرحونها مربي الماشية، طيب إحنا ليش ما نستمر على التغذية على الشعير ونستورد البرسيم على سبيل المثال؟ اليوم بالة البرسيم اللي هو يسمونه الشد 5-8 إلى آخره تتراوح قيمتها بين 15 إلى 20 ريال. اليوم لو استوردناه هذه البالة حيكون تكلفتها بحدود 30 ريال. هل مربي الماشي يقبل بالتغذية على هذه الأعلاف بالكلفة هذه؟ لا نستطيع إحنا نتحمل التكاليف المرتفعة هذه، حتى كذلك لا يتضرر المستهلك. المستهلك في نهاية المطاف إذا أنت تغذي اليوم على بالة البرسيم ب 15 ريال وخليتها 30 ريال، أسعار اليوم اللي هي للمواشي بحدود 1200 حتكون العام القادم أو العام اللي بعده أو متى ما توقفت زراعة الأعلاف حتكون 2000 و2300 وهكذا. جميل، إحنا نطرح البديل في الوزارة. طيب أنا أبغى أسألكم سؤال، سواء دكتور حمد أو دكتور محمد، وهي عملية فتح باب الاستيراد، هو الآن حاصل فتح باب استيراد المواشي ولا لا؟ صحيح، نعم. هذه ممكن في شريحة من الشرائح أنا خلينا نشوفها بعد ما ناخذ السعود الهفتة، مربي مواشي ذكر لي أمس تحت الهواء بأنه الرجل عنده معاناة معينة ويبغى يوصل صوته من خلال برامج سيد الإخبارية، اللي احنا طبعا نرحب أكيد بإيصال الصوت بلا تشنج. أستاذ سعود حياك الله. الله يحييك أخوي ومسيك بالخير. سم الآن لو تشرح لنا، بس أنت مربي مواشي وذكرت لي أنك أنت مربي مواشي بالأمس مش تاجر، اشرح لي الله يخليك المعاناة الآن أنت قاعد تواجهها وخلينا نسمعها. تسلم يا أخوي، أنا أتمنى منك مثل ما وعدتني في الوقت الكافي. سم. الله يجزاك سم تفضل. أنا يعني أستغرب إصرار الإعلام بوصفنا كتجار. أي أخي إحنا ما إحنا تجار، التاجر. لا أنا ذكرت لك أنك أنت مربي، هذه خليناها على جنب. أنا أذكر الآن على الهواء أن التاجر هو اللي يستورد من الخارج. طيب معي؟ أنت الآن مربي مواشي وعندك معاناة، وش المعاناة؟ ورؤية 2030 أسست على الشفافية والمكاشفة والوضوح. جميل، كما قال سمو سيدي ولي ولي العهد حفظه الله أقناة العربية. تمام. طيب أنا أتمنى تعطوني هذه الفرصة الله يجزاك خير، وراح أبدأ أول شيء في قراءة برقية موجهة من وزير الزراعة إلى الملك الله يحفظه. طيب أعطيني خلاصتها الله يخليك. سم خلاصتها أنه يناشد الملك بفتح المجال للدواجن وإعفائهم من الجمارك لما تصدر للخارج
دعما لهم وخوفا عليهم من الانهيار وخوفا عليهم من الخروج من السوق لأنهم منافسين من الخارج من الدواجن المستوردة وراح تتحطم أسعار الشركات هذه وراح تخسر. فهو طيب. يناشد الملك أن يدعمهم ويخفض عنهم الدعم استرجاع الدعم طيب. حتى يشجع هذا النشاط ويحافظ عليه ويكون مستقر. طيب. فليش ما يكون فيه مناشدة من وزير الزراعة مماثلة نفس الطريقة هذه لنا إحنا كمربي مواشي. طيب. إذا كان هو حريص على الدواجن فهذه ثروة حيوانية برضو تخدم شريحة كبيرة من مربين المواشي اللي رزقهم على الله مع الثروة الحيوانية اللي كثير منهم الآن عزف عنها وصار تكدس عندنا في السوق. أنتم الآن أستاذ سعود بس أنا خليني أسألك أخوي، أنتم الآن ما عندكم بديل؟ بديل إيش؟ بديل لتغذية مواشيكم، بديل للتعامل مع المسألة اللي حاصلة الآن؟ التغذية موجودة يا أخي، الشعير والحشائش إحنا طيب. برسيم ما نبي نقول منعوه ما عندنا مشكلة. طيب. لكن الآن هم بيفرضون علينا المكعبات وإحنا هذا سبب مشكلتنا مع وزارة الزراعة، فرض المكعبات يا أخي ما في. ليش هذه مشكلة؟ وضح للسادة المشاهدين. المشكلة يا أخي إن لحد الآن ما في جهة رقابية وإحنا طلبنا وزارة الزراعة طيب. إن ما عندنا مشكلة أعطونا جهة رقابية حكومية تضمن لنا هذه الجودة، وأنا قلتها للبطشان في اجتماعنا الأخير قال أنا ما أضمن لك. وقلتها للوزير قال ما اضمن لك انا اعطيك مواصفات، المواصفات انا ما ابيها، القاها علبه بيبسي بس ما ابغاها، انا ابغى ضمان جوده صحيه ما تاثر على ثروتنا الحيوانيه للمستقبل على المدى الطويل، ما ابغى انا تسمين طيب. وهرمونات زي الوجبات السريعه وبعدين بالنهايه ثروتنا الحيوانيه الى الدمار. جميل. دقيقه خلينا اي ضمان ما اعطونا اي ضمان، حتى نسبونا لهيئه الغذاء والدواء وهيئه الغذاء والدواء قالوا ابدا لا هي مسؤوليتنا ولا علاقه فيها. طيب. المصانع هذه شغاله لسنوات دون رقابه يا اخي. طيب لحظه خليك معي دكتور حمد، انت وش تعليقك؟ اولا فيما يخص احنا نبغى نوضح الان لانه ظهرت في مقاطع بطريقه وماني عارف ايش، احنا نبغى نوضحها يعني الان. انا ابغى الله يحفظك ترجعوا الرسم البياني الخاص بعمليه، رجعوا لي الرسم البياني يا شباب، عمليه الاستيراد رجعوا لي الرسم البياني. عمليه الاستيراد الحقيقي حق الاستيراد هي لم يعني لم تبتدي اليوم، يعني هي لها فتره طويله جدا، الاستيراد مفتوح من فتره طويله جدا واسواق المملكه اسواق حره واسواق مفتوحه. إذا ترجعون للرسمة البيانية الموجودة احنا نستوي الآن اليوم إذا احنا الحاصل اللي هو في 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 المواشي انه كمية الاستيراد اليوم هي بالعكس يعني هي اقل بحدود تقريبا 5-10% عن نفس الوقت من هذا هو الرسم البياني تقصده؟ هذا هو الرسم البياني، الخط الأزرق هو يمثل اللي هو استيراد العام الماضي والخط الأحمر حتى نهاية شهر شوال يوضح انه الحقيقة الاستيراد موجود من فترة طويلة جدا يعني من سنوات طويلة جدا. اللي حاصل الآن أننا احنا نستورد سنويا، وإذا تلاحظ المنحنى بالخط الأزرق يرتفع في أواخر السنة هذه اللي هي لتلبية اللي هو الهدي أيام الحج، احنا نستورد تقريبا بحدود مليون. طب معناها ايش المشكلة دكتور حمد؟ لا اعتقد ان هناك مشكله يعني اللي هو في طالما حتتوفر السلع بشكل مناسب للمستهلك انا لا اعتقد ان هناك مشكله كبيره جدا. طيب. طالما الثروه الحيوانيه يتم دعمها داخل المملكه. طيب. العام الماضي كان اللي هو مجمل الدعم المقدم من الدوله بحدود 5 مليار للعلاف صرفت دعم، هذا ليس قيمه، هذا الدعم اجمالي للثروه الحيوانيه الموجوده في المملكه بحدود 5 مليار. جميل. طيب اخوي سعود سمعت اللي قاله الدكتور حمد؟ اخوي لو سمحت لي احنا سمع. في عام 21 هجري كنا نبيع الطلي ب 300 ريال ومبسوطين. طيب تمام، واحنا ما احنا ضد نزول الاسعار، احنا نرحب. انا يا اخي مواطن ماني جاي من المريخ حتى احاول افرض سعر طيب. اجباري على انا مواطن وابن عمي مواطن واخوي مواطن كلنا مواطنين صح. ونطمح لنزول الاسعار في اي سلعه مو بس على المواشي، لكن انها تكون عمليه مستهدفه وتدمير لرزقنا وثروتنا الحيوانيه من قبل مسؤول يتخبط وزاره الزراعه هذا لا شيء لا لا شوف 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 لا هذا شيء مرفوض اخوي سعود. لا كلمه يتخبط وما الى ذلك لا يعني 10 مليون يا اخي. لا 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 اخوي سعود اعذرني، انا لابد اني انا قلت لك امس تحت الهواء انه لابد انك انت تحترم ضيوفي، فالمعذره الله يعطيك العافيه، انا مضطر ان انا اقطع الاتصال فيعطيك العافيه، لانه كلمه يتخبط هذه انا ارفض تماما انها تكون عندي وانا على الهواء. اخوي خالد حياك الله. اخوي خالد النفيعي تاجر مواشي حياك الله اخوي خالد. السلام عليكم يا هلا وسهلا اخوي خالد. احنا كنا قاعدين نتكلم انت الان رجل تاجر مواشي ولا لا؟ سمعك. عمليه الان اللي احنا قاعدين نشوفها من قرارات وزاره الزراعه او وزاره البيئه والمياه والزراعه، انا معي الان الدكتور حمد البطشان وكيل الوزاره للثروه الحيوانيه، كذلك معي الدكتور محمد السعود وكيل الوزاره للمياه. انت الان كتاجر مواشي اللي قاعد يصير من عمليه سواء كان فتح استيراد او غيره قاعد ياثر عليك؟ والله بسم الله الرحمن الرحيم، اول شيء الف لا باس عليك. الله يسعدك حبيبي، الله يسعدك ورحب فيك ورحب في ضيوفك الكرام. بالنسبه للاستيراد زي ما قال الدكتور الاستيراد مفتوح على طول السنه فما اعتقد انه يعني قاعد ياثر علينا او جميل. ياثر على الاسعار بشكل يعني
ينزلها الدرجة كبيرة. لكن أنا بتكلم على نقطة واحدة اللي هي، وأتمنى أن صدوركم تتسع لي. أبد تفضل. بالنسبة للموضوع اللي صاير الحين واللغط اللي صاير، حنا نقول لا ضرر ولا ضرار. جميل. الأسعار، بالنسبة للأسعار إذا نزلت المفروض يصاحبها نزول للأعلى، وزي ما سمعنا الدكتور قبل شوي يتكلم عن استنزاف المياه الجوفية، وهذه حاجة ما حد يأيدها. طيب، لكن احنا اللي قاعدين نشوفه ان اسعار الاعلاف قاعده تزيد، يعني الان نشتري على 17 18 في الشتاء بكم توصل؟ ب 40. يعني هذه حاجه غريبه برضو، يعني تجار الاعلاف او المحتكرين للاعلاف. هو برضو اخوي خالد، انا اسف على المقاطعه، ولكن انا الخص لك كلام الدكتور حمد لما قال انه في عمليه الاستيراد الان لو فتحنا الاستيراد فيقل عمليه استيراد الاعلاف وما الى ذلك، فالسعر سيبقى ثابت لكم انتم. يعني الان لو تم الاستيراد بكثافه سيصبح السعر الماشيه ولا استيراد الاعلاف؟ الاعلاف استيراد الاعلاف مفتوح، ويعني ما هناك اي حظر على كميه اللي هو الاعلاف المستورده من خارج المملكه. الدوله اليوم تدعم 36 مدخل علفي، هذه كلها تدعم من الدوله للحفاظ على مربي الماشيه. الان هي الاشكاليه اللي احيانا الرب يعانوا منها مربي الماشيه، هي في المنتج المحلي من الاعلاف الخضراء احيانا يكون فيها عمليه احتكار او الى اخره، او تلاعب في السوق الى اخره. هذه الحقيقه احيانا كثيره جدا تكون هي المشكله الرئيسيه، بالذات لما يكون في وقت الشتاء وتقل اللي هو انتاج الاعلاف الخضراء. احنا نقول اليوم التربيه التقليديه لابد انها تتغير. التربية التقليدية اللي هو باعتماد مربي الماشية على الشعير وعلى الأعلاف الخضراء، هذا لابد يتغير لسبب رئيس. لن نستطيع إنتاج الأعلاف المستقبل، الأعلاف الخضراء، لو استوردناها حتكون مكلفة جدا. البديل موجود اليوم اللي نسميه الأعلاف الكاملة. الأعلاف الكاملة هي عبارة عن مجموعة من الحبوب اللي هو القمح، شعير، ذرة إلى آخره، تطحن مع بعضها ويضاف لها بعض الألياف على اساس تفي بالاحتياجات الغذائيه، بالاضافه الى اضافه الفيتامينات والاملاح المكمله. جميل. على اساس انها تعطي احتياجات الحيوان الغذائيه. حلو. حلو. القطاع الالبان وقطاع الدواجن وقطاع الاسماك كلهم يعتمدوا على هذه النوعيه من الاعلاف. الاخ سعود ذكرته انه لا يوجد احد يضبط اللي هو الاعلاف والى اخره. هيئه الغذاء والدواء عملت على اللائحه لما يعرف نظام الغذاء او قانون الاعلاف عفوا. هذا القانون هو الكفيل بأنه يحمي مربي الماشية. عملية اللي هو سلسلة الإمداد كاملة من دخول المواد الخام حتى توزيعها، هذا الآن جالسين احنا نعمل عليه مع هيئة الغذاء والدواء، وشكلنا لجنة للعمل عليه. لو أجازوها فهي سليمة، هي مجازة. الله يحفظك. اليوم تباع، اليوم يباع من الأعلاف المركبة بحدود 6 مليون طن. حلو. هذا 6 مليون طن، يعني فيها أنواع مختلفة كثيرة جدا، فيها أعلاف للدواجن، أعلاف للأبقار، أعلاف للماشية، أعلاف للحمام، أعلاف للدواجن إلى آخره. هي موجودة، لكن اللي هو ثقافة مربي الماشية هم يعتمدوا على الشعير من فترة طويلة جدا. إحنا نحاول الآن بالفترة القادمة إنه إذا إحنا نبغى هالصناعة تكون مستدامة، لا بد أن نفكر بالحلول. الحلول هي في عملية اللي هو فيما يعرف باسم الأعلاف الكاملة. جميل. مربي الماشية لن يبقى في ظل التغيرات اللي حاصلة في عملية اللي هو ترشيد استخدام الموارد الطبيعية ومنها المياه. إذا لم نجد الحلول اليوم، وهذا قرار كذلك قرار 235 اللي صدر من مجلس الوزراء مؤخرا، اللي هو طلب من وزارة الزراعة بإعداد دراسة لإيجاد بدائل للشعير بما لا يضر بأصحاب الماشية. جميل. أخوي خالد، سمعت الدكتور حمد؟ معك يا سم. عزام، أنا أقول للدكتور حمد إحنا ما عندنا مشكلة في ذلك، يعني هيئة الغذاء والدواء هيئة رقابية. جميل. ممكن أنها تفحص الأعلاف. إحنا نحتاج برضو جهة تنفيذية تعاقب اللي يتلاعبون في الشيء هذا. إذا صار لا قدر الله تسمم في الحلال أو أي شيء أو سبب الضرر للحلال، لابد أن وزارة الزراعة تتحرك وتضرب بيد من حديد على اللي قاعدين يضرون حلالنا. يعني طيب. أنا بعلمك شيء. سم. إحنا ما نتمنى الخسارة لحد، ودائما نقول كتجار مواشي ومربين الله يربحنا ولا يخسرنا. إذا بعنا الطلي على 600 ريال ومربحنا فيه مثلا 50 أو 100 الحمد لله وافية. بس الآن تخارج المربين من السوق وطلعهم من السوق وخوفهم،
ويعني للأسف يعني الدكتور حمد احنا محتاجين من وزارة الزراعة نطمن المربين انكم بأيدي أمينة. يعني مهما صار انتم ابناء البلد هذا، انتم يعني عندكم اللي هو الثروة الحيوانية احنا نعرف انه يعني مهمة جدا للبلد. اكيد الاستيراد مهما كان ما راح يعني يأثر في البلد، او انه راح مثلا يكون جالس لو لا قدر الله صار شيء، الثروة الحيوانية هي اللي باقية. جميل. يعني انا اتمنى ان الدكتور حمد يطمن الناس، يطمن المربين. هذا هو الان موجود، وانا متاكد انه راح يطمن الناس. وعلى فكره انا متاكد برضو ان مكتب الدكتور حمد مفتوح. انا اشكرك اخوي خالد، صوتك وصل، شكرا على ابداء رايك باحترام. الله يعطيك العافيه دكتور حمد. نعم. انا متاكد انه هي سياسه الملك الله يحفظه انه الباب مفتوح، الهواتف مفتوحه، والله يا اخي الكريم ما يجينا واحد الا ونستقبله بكل صدر رحب، سواء للمكتب او بالاتصالات الشخصيه او ايا كان. احيانا لا يسعفنا الوقت اننا في كل وقت نستقبل، عندنا اعمال كثيره جدا، لكن في الغالب اي واحد يجي يقف عند سكرتير المكتب يحظى بقبول مننا ومن جميع زملائنا العاملين في الوزاره بدون استثناء. جميل. ابغى اطمن الاخ الكريم انه احنا قبل تقريبا 6 شهور شكلنا لجنه من الوزارات المعنيه اللي تعني بكامل سلسله الامداد. بمعنى اخر سلسلة الإمداد اللي متعلقة مثلا بتوزيع الأعلاف في الأسواق، جلسنا مع وزارة الشؤون البلدية والقروية فيما يخص بالعمالة اللي هو أحيانا تكون تحتكير أو إلى آخره، جلسنا مع الزملاء في وزارة الداخلية فيما يخص العمالة، مرة ثانية كذلك مع وزارة العمل. جميل. مع وزارة التجارة فيما يخص الأسعار إلى آخره. هذه كلها إحنا ضمن منظومة متكاملة من الوزارات في الدولة، كل له مهامه ويعمل على هالمهام هذه. جلسنا وعملنا محضر وتوقع المحضر، والآن إن شاء الله زملائنا في الوزارات الأخرى يعملون على نفس اللي اتفقنا عليه بحيث أنه يتم السيطرة على الموضوع. جميل. دكتور محمد، الإحصائيات خوفتني أنا شخصياً. احنا عندنا مشكلة فعلاً في المياه، وهذه طبعاً بيئتنا الجغرافية في النهاية، يعني احنا لابد أن نتأقلم معها، ولكن هل الاعتماد الدائم على التحلية هو الحل؟ يعني أنا مؤمن أنه أكيد أنكم أنتم عندكم خطة استراتيجية مقبلة سواء ل2020 أو ل2030، وأنا مؤمن أنكم أنتم تتعاملون مع شيء مو بيدكم في النهاية، هي عملية أنه الأرض وما تعطي. لكن الآن وش الخطة الاستراتيجية؟ ودنا برضو نطمن. الآن دكتور حمد طمننا، خلنا نسمع تطمين منك. التحدي الأعظم أنا أظني بأقلبها شوي سم. التحدي الأعظم لمربي الماشية إذا لم يكن هنالك تغيير لأنظمة التغذية كما هي الآن لأنظمة أكثر كفاءة وأقل أثر على البيئة، لا يمكن أن يستمروا بمصادرنا الطبيعية، فبالتالي لا يمكن لاستنزاف هذه المياه الجوفية لإنتاج أعلاف واستمرار النظام كما هو بدون النظرة الشمولية للاستدامة. فالخطة اللي تقدموا بها الأخوان الحقيقة وهو تحول إلى أعلاف كاملة تضمن استمرارية مربي المواشي بمنأى عن شح المياه الموجود في المملكة، وبالتالي يعطي استدامة لهذا القطاع. لأنه يعني أنا يمكن وضعت من ضمن الشرائح أحد الشرائح اللي تعطيك نسبة التغذية لهذه المياه الجوفية وهي تغذية ضئيلة جدا، فبالتالي كأننا نعدن أو تعدين للمياه الجوفية، فإذا أي شيء يتم تعدينه في الغالب أنه سوف ينفذ، وبالتالي أفضل حل للمستقبل أنك تدير هذا المصدر بحكمة، في خصوصا في المستنزف منه بحكمة حتى لا نضطر في النهاية أن نقفل أبوابنا ولا نستطيع أن نروي أفواه أبنائنا من المياه، وفي نفس الوقت لا نستطيع أن نحافظ على يعني الأعمال أو الاقتصاديات اللي موجودة اليوم. فيعني التحدي هو تحدي طبيعي، لا أحد ينكر أن المياه قاعدة في كل مناطق المملكة يعني أو الأبار قاعدة تنزل وهبوطات عالية في جميع مناطق المملكة مسجلة من أبار مراقبة، وبالتالي يعني الحكمة ظلت المؤمن. نحن الآن أمام تحدي الاستدامة
اللي صورته اللي هو موجود في رؤية المملكة 2030، وبالتالي الاستدامة تبدأ من هذه الخطوة، أنك أولا تدرك المشكلة ثم تضع الحل حتى نضمن أنه لا أحد يفقد وظيفته أو عمله أو دخله بسبب عدم وجود الماء نهائيا. والتحلية كما ذكرت هي جزء من الحل، لكنها ليست الحل لجميع القطاعات. صح. فما ننتجه اليوم في التحلية اليوم بطاقتنا القصوى لا يشكل إلا 5% من كمية المياه المأخوذة في المملكة. وبالتالي 5% لا يمكن أن تغطي 95%. صح. لا يمكن. لعلي أضيف أخي الكريم، اللي هو بجانب التحديات فيما يخص تحديات المياه، كذلك الوزارة وضعت أمامها، وزارة البيئة والمياه والزراعة الآن وضعت أمامها عمل جبار في 5 تحديات إذا تسمح لي فقط على عجال الله يخليك أذكرهم، اللي هو مواجهة مخاطر الأمن الغذائي، ضعف الكفاءة الإنتاجية والتسويق الزراعي، هذا من أهم التحديات، انخفاض كفاءة استغلال الأراضي الزراعية، ارتفاع معدل الإصابات بالأمراض الحيوانية والآفات الزراعية، وتدني كفاءة استخدام المياه اللي هو المياه المتجددة في الأراضي الزراعية. هذه كل التحديات هي لمساندة اللي هو التحول في 2020. أعطي بس جزء صغيرة جدا فيما يهم اللي هو أخواننا مربي المواشي. في إحنا وضعنا تحدي كامل لمربي المواشي، وهو محاولة السيطرة والتحكم على الأمراض التي تصيب الثروة الحيوانية، وقدمناها فيها 3 مبادرات. جميل. للبرنامج التحول الوطني. جميل. ضبط أسعار المواشي دكتور متابعكم؟ لا متابع، نحن عادة ترى على فكرة يعني ضبط الأسعار هي في المملكة هي متروكة للعرض والطلب، إلا إذا تغيرت بشكل كبير جدا فإن هنا الدولة تتدخل بشكل، لكن إحنا نعتمد في وزارة الزراعة على تسهيل عملية العرض. جميل. والإنتاج، العرض والطلب. جميل. إحنا قدر جميل. الإمكان نحاول بوزن الجزئيتين هذول على أساس أنه يكون السعر في متناول المواطنين، في تناول ولا يكون في ضرر على المربين أو على المنتجين بشكل كبير. جميل جداً. أشكرك دكتور حمد يعطيك العافية، وكذلك الشكر موصول لك دكتور حمد يعطيك العافية. شكرا جزيلا، وطبعا الشكر كذلك موصول لأخونا خالد النفيعي تاجر المواشي. مشاهدينا فقرة صوت المواطن اليوم بعنوان سفراء الأمل، وهو مشروع طبعا أطلقته وزارة التعليم، ما راح أتكلم كثير في التفاصيل، راح أخلي التفاصيل لضيوفنا الكرام. خلونا نشوف هذا التقرير ونرجع. كان إطلاق عاصفة الحزم من ملكنا الغالي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله دفاعا عن أرض الوطن الغالي ونصرة لشعب شقيق، كان هذا القرار مصدر فخر واعتزاز وشرف ستحمله ذاكرة التاريخ، كما انعكس هذا القرار في نفوس الجنود البواسل فرحة وعزة وهبوا للوقوف صفا واحدا في وجه أي عدوان على أرضنا الغالية في مشهد عظيم سيخلده التاريخ. وكانت وزارة التعليم حاضرة في هذا المشهد تأكيدا منها على تعزيز قيم الولاء والانتماء للوطن، حيث أطلقت مشروع سفراء الأمل، والذي يعبر فيه أبناء وبنات جنودنا البواسل عن مشاعرهم وتجاربهم وفخرهم بآبائهم الذين بذلوا الغالي والنفيس لجنوب غال على الوطن، فكان جنوب الفخر والعزة والنصر. سفراء الأمل، طبعا أرحب مشاهدينا الأعزاء بالأستاذ شاكر أبو عبات مدير إدارة النشاط المكلف في إدارة تعليم الرياض. حياك الله أستاذ شاكر. حياك الله. أهلا وسهلا. حياك. أنا طبعا ما أعطي تفاصيل كثيرة. نعم. ولا حبينا أنه كذلك التقرير يحرق شوية من التفاصيل. هو كان سفراء الحزم. نعم. يوما ما، والآن سفراء الأمل. كلمنا شوي عن هذا المشروع اللي أطلقته في وزارة التعليم. بداية نسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم على بلادنا الأمن والأمان، وأن يحفظ ولاة أمورنا، وأن ينصر جنودنا الواصل على الحد الجنوبي، وأن يتقبل الشهداء ويشفي المصابين رب العالمين. طبعا البرنامج باختصار هو انطلق مع مبادرة خادم الحرمين الشريفين بإطلاق عاصفة الحزم. جميل جميل. فهذه كانت الخطوة الأولى. فكان البرنامج انطلق باسم عاصفة الحزم أو سفراء عاصفة الحزم. جميل. لما انتهت المرحلة الأولى بالله الحمد ونجحت المرحلة الأولى وتغير مسمى هذه
الحرب أو هذه المبادرة أطلق عليها أيضا عاصفة الأمل وسمي أيضا طلابنا بسفراء الأمل في هذه المرحلة الثانية. هي عملية بسيطة، هي أقل ما يقدم لأبنائنا الطلاب في مثل هذه المرحلة، وهم أبناء الجنود البواسل المرابطين على الحد الجنوبي أو أبناء المصابين أو أبناء الشهداء. جميل. وهذا أبسط شيء ممكن يقدم لهم في مثل هذه المرحلة. أنت تعرف الحدود اللي يعني يصعب تطبيق بعض البرامج للطلاب في المرحلة في الأوقات في البرامج الصيفية. فلذلك تمت أو كانت هذه المبادرة باستحداث هذا البرنامج لأبنائنا الطلاب من البنين والبنات في الحد الجنوبي. جميل. وش يقدم هذا البرنامج؟ أو خلونا نتكلم عن ماضي شوي، يعني سفراء الحزم وش قدم، وامتداد سفراء الحزم هو سفراء الأمل وش قدم؟ هو يعني تقريبا مرتبط مع بعض البعض، يعني ما في اختلاف كبير. بالتالي يعني المسمى الأول هو عاصفة الحزم، كان أو عاصفة الحزم ارتبط به الطلاب في سفراء الحزم. طبعا هو البرنامج باختصار هو مشاركة طلابنا في أبناء الحد الجنوبي مع الطلاب في بقية مناطق المملكة العربية السعودية. جميل. وموزع الطلاب تقريبا في 5 مناطق. جميل. من مناطق الحد الجنوبي تم توزيع هذه الفرق، تقريبا 3 فرق سواء من البنين والبنات من كل إدارة تعليمية ومن كل منطقة يزورون 13 منطقة تعليمية أخرى في المملكة العربية السعودية. جميل. خلينا نسمع شوي تفاصيل أكثر من الدكتورة هيا العواد وكيل وزارة التعليم للشؤون التعليمية للبنات. حياك الله دكتورة هيا، يا هلا وسهلا. أهلا وسهلا، حياك الله أخي عزام، كيف حالك؟ الله يرضى عليك. الله يسعدك يا رب، أمسيك بالخير. أهلا وسهلا، مساء النور. سفراء الحزم، الله يسعدك يا رب، سفراء الحزم تحول إلى سفراء الأمل تماشيا مع ما تقوم به المملكة العربية السعودية لأشقائنا في اليمن. حدثينا عن سفراء الأمل. أولا أمسيك بالخير والمشاهدين الكرام وضيوفك الكرام في الاستوديو. طبعا مبادرة سفراء الأمل زي ما تفضل أخوي الأستاذ شاكر هي مبادرة من العام الماضي. المبادرة اسمها سفراء الحزم، لكن كل عام المشروع بمسمى مختلف. العام الماضي سفراء الحزم، السنة هذه سفراء الأمل، الأعوام القادمة سيحمل مسميات جميلة إن شاء الله بإذن الله. سفراء الأمل، سفراء الحزم المبادرة ككل هي يعني مبادرة أطلقتها وزارة التعليم تضامنا مع عاصفة الأحداث، عاصفة الحزم. طبعا هي تعبير عن شكر منسوبي التعليم وبالأخص الطلاب والطالبات لحماة الوطن اللي جسدوا طبعا أجمل معاني الوفاء والإخلاص وضربوا أروع الأمثلة ضد كل من يسعى لزعزعة أمن الوطن واستقرار. فالمبادرة عبارة عن رسالة شكر لهؤلاء وهؤلاء اللي موجودين الآن مرابطين على الحدود، منهم الشهداء المصابين، وهم أبناء، هم آباء وإخوة وأقارب لأبنائنا الطلاب والطالبات. ومشاركة هؤلاء الجنود في أنبل مهمة وهي الدفاع عن الوطن والتضحية بالنفس من أجل حماية الآخرين، طبعا أسهمت لدى هؤلاء الطلاب في تعزيز وفي تعزيز الحس الوطني لديهم. جميل. ونمت لديهم قيم وطنية وبشكل أقوى وأعمق من أي برنامج تعليمي قد يمكن تقديمه لهم. كيف كان تفاعلهم سواء الطلاب أو الطالبات دكتورة هيا؟ أو خلينا نتكلم تحديدا عن الطالبات أكثر. الطالبات يعني متفاعلات بشكل كبير. طبعا البرنامج يفترض أن يأخذ مجموعة من الطلاب محددة، لأن طاقة البرنامج العام الماضي كانوا 80 سفير، سفراء الحزم كانوا حوالي 86، السنة هذه زدنا العدد وصلوا حوالي 120. لا نستطيع أن نستوعب عدد أكبر، لكن حاولنا قدر الإمكان 120 يكونون غير 86 اللي الماضية حتى ينتشر الموضوع بين الطلاب كلهم في الحد الجنوب. جميل. الطلاب والطالبات في كثير منهم كان لهم رغبة في المشاركة، لكن طبعا الطاقة الاستيعابية مثل ما ذكرت لك يعني حدت من ذلك، لكننا نعدهم إن شاء الله في الأعوام القادمة أن كل يأتي نصيبة بإذن الله. الله يقويكم يا دكتورة هيا، شكرا جزيلا على المشاركة ويعطيك العافية. أستاذ شاكر، أنا بودي أسألك، أنت يعني مدير إدارة النشاط فأنت أقرب إلى الطلاب أكيد، كيف كان تفاعل الطلاب؟ يعني الآن نتكلم عن 86 مقعد كانت في سفراء الحزم تحولت إلى 120 مقعد من طلاب وطالبات في سفراء الأمل، كيف كان تفاعل الطلاب تحديدا؟ احنا سألنا دكتورة هيا عن الطالبات. دعني أذكر شيء مهم جدا.
الاستعداد الجيد لأي برنامج هو طريق النجاح. صح. الوزارة جزاها الله خير مشكورة كانت مستعدة لهالبرنامج هذا تقريبا من شهر شعبان. بالتالي انسحب هذا الأمر على الإدارات التعليمية الأخرى. فتم الإعداد لهذا البرنامج بوقت مبكر، تجهيز السكن للطلاب والمكان المريح، وسائل النقل تكون مفيدة وجيدة وسهلة. جميل. اختيار الأندية المناسبة أيضا لمثل هذه البرامج ومشاركة الطلاب وتفاعلهم تكون اختيارها بعناية. بالتالي عندما تختار أنت أيضا أندية سواء كانت أندية موسمية أو أندية حي بعناية يستفيد من الطلاب ويشاركون مع زملائهم وأقرانهم في هذه الأندية تكون الفائدة جدا كبيرة، وهذا ما شاهدناه بأمانة. جميل. شاهدناه. جميل. من أبنائنا الطلاب اللي سواء الوفد من نجران كان عندنا أصلا بالرياض أو الطالبات مثل ما ذكر من الزميلات والأخوات المشرفات على هالبرنامج، هذا كان تفاعل جدا ممتاز، شاركوا قدموا ما عندهم من خبرات ومن مواهب واستفادوا أيضا من البرامج المقدمة لهم اللي كانت الوزارة تبني خطة النشاط هذه السنة أو هذا العام عليها اللي هي المسارات الأربعة. وحاولنا أنهم يكونوا مشاركين في المسارات الأربعة. إيش المسارات الأربعة بس لو تقلنا؟ اللي هو البرنامج الترفيهي. جميل. البرنامج السياحي. البرنامج التطوعي والبرنامج المهني. جميل. حاولنا أن الطلاب يستفيدوا من هذه المجالات قدر الاستطاعة وقدر الإمكان. مثلا أعطيك مثال بسيط، مثلا في الرياض تم مثلا زيارة المصمك، تم زيارة مركز الملك عبد العزيز التاريخي، أيضا من الأشياء الترفيهية أيضا والمفيدة والعلمية زيارة مدينة الملك عبد العزيز العلوم والتقنية، مركز الطاقة، مركز الملك عبد العزيز الطاقة، إضافة إلى الأشياء الأخرى مثلا بعض الأشياء الثقافية والرياضية، زيارة بعض الأندية، زيارة بعض الأماكن اللي ممكن تعود بالفائدة على أبنائنا الطلاب. يعني في أسئلة كثيرة وردتنا حول هذا الموضوع أستاذ شاكر، لكن من ضمن الأسئلة المهمة اللي هي هل واجهتكم عوائق يعني حدتكم من الوصول الأكمل أو الوصول إلى 100% من سواء كان النسخة الأولى أو النسخة الثانية؟ والله شوف بأمانة يعني احنا مثلا في إدارة تعليم الرياض على أذكر على سبيل المثال الرئيس اللجنة سعادة المدير العام الأستاذ محمد المرشد. جميل. وكان يوجه بتوفير يعني كل ما نحتاجه من أجل توفير راحة لأبنائنا الطلاب، بالتالي انعكس هذا والله على عملنا. يعني ما كان في عوائق؟ ما كان يا رب لك الحمد أي عوائق. جميل. خلينا نسمع من الأستاذ عسيري الأحوص مدير تعليم منطقة صبية. حياك الله أستاذ عسيري. الله يسلمك ويبارك لي في عمرك، مساك الله بالخير. يا أهلا وسهلا، مساك الله بالنور. أنا ما عندي إلا دقيقة ونص وودي أستفيد منك كثير، أنا بس أبي أعرف رد فعل الطلاب والطالبات. ما راح نتكلم عن سفراء الحزم، نبغى نتكلم عن سفراء الأمل، 120 طالب وطالبة، كيف ردت فعلهم كانت في هذا البرنامج لما دخلوا وشافوا ما شاء الله في عندكم أربع محاور ذكرها لي الأستاذ شاكر؟ بالفعل كان هذه كانت هذه المبادرة في نسختها الثانية تحت عنوان سفراء الأمل من طلاب وطالبات هذا الوطن. عندما شاركوا إخوانهم الطلاب والطالبات في الإدارات التعليمية الأخرى كانت السعادة والشعور الجميل، ونحن نرى التكاتف واللحمة بين طلاب هذا الوطن في الشمال في الجنوب. كان المنظر جميل وكانت جميل. المشاعر رائعة. جميل. ونحن نرى هؤلاء الطلاب والطالبات يتنقلون وينقلون تجاربهم ومشاعرهم بكل فخر وبكل اعتزاز، وحقيقة كانوا يتحدثون عن مواقف آبائهم وأقاربهم البطولية في ملحمة التضحية والدفاع عن الوطن الغالي. لقد رأينا ذلك في الحقيقة يعني أيضا من الجانب الآخر الإدارات المستضيفة وهي تستقبل هذه الوفود بالورود وتستقبلهم بالأهازيج والترحيب. جميل. والجميع عاش في الحقيقة لحمة جميلة في هذا الوطن، ونحن نعيش هذا الحدث الجميل الرائع عندما نعتز بجهود جنودنا في حدود بلادنا. طبعا كان ذلك أخي الكريم وكل من يسمع يعبر بجلاء عن اللحمة التي يعيشها هذا الوطن بين أبنائه، وعن مدى الاستعداد لتقديم كل غالي وثمين من أجل المحافظة على مقدسات هذا البلد وقيادته وشرف أرضه وطرح. جميل. نعم. جميل. الله يعطيك العافية أستاذ عسيري، بس الوقت داهمنا، شكرا جزيلا على المشاركة معنا اليوم أستاذ شاكر، بس كلمة أخيرة على عجالة. كلمة أخيرة إن شاء الله السنة القادمة والعام القادم في هذا المكان تكون اسمها عاصفة النصر إن شاء الله بمشيئة الله عز وجل. احنا طموحين كثير واحنا نعرف انه تحت قيادة رشيدة وبتوفيق من الله عز وجل بداية ثم القيادة الرشيدة ثم رجالنا اللي قاعدين نشوف نجاحاتهم وقوتهم على الحدود وحتى داخل المملكة العربية السعودية، احنا متأكدين بمشيئة الله عز وجل انها راح تكون سفراء النجاح والنصر بمشيئة الله عز وجل. مشاهدينا كنتم معكم انا عزام العبيد، دمتم بحفظ الله ورعايته، ألقاكم غدا بإذن الله، إلى اللقاء.